عالياً دور أسرة الصحافة الوطنية في مختلف وسائل الإعلام والاتصال، وهي ترافق بوعي واحترافية عهد بناء الجزائر الجديدة التي تعول خاصة على الإعلام البديل لتعزيز أواصر الوحدة واللحمة الوطنية بين الشعب ومؤسساته، وفي مقدمتها مؤسسة جيشه الوطني الشعبي العتيد سليل جيش التحرير الوطني. لأجل هذا ووفاءً بالتزامات الدولة تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية، نعمل باستمرار على توفير البيئة المهنية الكفيلة بتعزيز حقوق الصحفيين والمواطنين على حد سواء في إطار احترام تلازم الحرية والمسؤولية. تجسيداً لما تقدم، صادق البرلمان مؤخراً على القانون العضوي المتعلق بالإعلام على أن يستكمل المسار بعرض مشاريع أخرى تخص مجالات السمع البصري والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.